بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك dusri gimana?
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر والصدر من خلافه عمر. يا دوسري روايه تيسري روايه وعن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليله في رمضان الى المسجد والناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الراحه فقال عمر رضي الله تعالى عنه اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارن واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارنهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولا. يعني تيسري روايت چوتھی روایت وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان چاری روایت مطلب پانچویں روایت عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجالا بصلاة فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد في الليلة الثانية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. يا باتي رواية شهدي رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقال أتنام يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. یہ چھ روایتیں تھیں یہ چھ روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ التراویح میں لائے میں نے پوری کتاب الصلاۃ التراویح آپ کے سامنے رکھ دی پوری کتاب الصلاۃ التراویح میں یہ چھ روایتیں